تقريب الكتاب من القارئ هو هدف تنظيم معرض رمضان للكتاب على مستوى ديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة، معرض تنوعت دور النشر المشاركة فيه، كما تنوعت أيضا العناوين المعروضة التي تلقى اهتمام مختلف شرائح المجتمع. الهدف تاعنا هو يعني اكيد هو عرض الكتب، عرض المنشورات تاعنا مغاد جديد، وتقريب الكتاب يعني، وتدعيم القرؤيه. ندعو يعني عشاق الكتب انهم يعني يزوروا المعرض باش يشوفوا المفاجات يعني راح يصيبوا، ويلقاو يعني يشوفوا المنشورات جدد، وكاين تخفيضات بمناسبه الشهر الفاضل. جينا اليوم بالالواح التعليميه اللي هي الاختصاص تاعنا، فيها اكثر من 26 نوع. نبداوها من التحضيري، من سن تاع التحضيري حتى لسنة الخامسة ابتدائي. هذه التلميذة وجدت ضالتها في المعرض المنظم، فاغتنمت فرصة العطلة المدرسية لزيارة مختلف دور النشر بحثا عما تحتاجه من كتب. جئت خصيصا لاقتناء بعض الكتب الغير متواجدة في السوق، كتب لا أجدها في السوق، كتب مثل كتاب مارشميلو لدار الإرادة التربوية، ومثل كتاب تراتيل الروح أيضا لدار الإرادة التربوية، وبعض المصاحف لتحفيزي لقراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل. على المتمدرسين أن يغتنموا الفرصة للذهاب إلى مثل هذه المعارض. إلى جانب 23 دار نشر تشارك في معرض رمضان للكتاب بتقديم آخر مؤلفتها للجمهور، تم تخصيص فضاءات للأطفال توفرها المكتبات المتنقلة.